مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى جولتنا المسائية في السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. البرهان يتسلم رسالة من سلفا كير حول مستقبل عملية السلام بين بلديهما. مجلس الوزراء يناقش قرارات وموجهات لتذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة. تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير لغياب المراجع العام المطلوب للشهادة في الجلسة. أهلا بكم مشاهدينا. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير مايارديت بشأن مباحثات السلام السودانية وإنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان. وأجرى البرهان في بيت الضيافة بالخرطوم مباحثات مع الوفد الجنوب السوداني بقيادة مستشار سلفا كير للشؤون الخارجية، وتبادلت الخرطوم وجوبا رعاية مفاوضات السلام بين الفرقاء في البلدين، أملا في التوصل إلى تسوية سلمية نهائية تمهد لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي. ونحن الآن ماشيين لتبادل نهاية الاتفاقية، ونحن رفعنا رفوت لزول رئيس الدولة، ونحن أكد السيد الرئيس أن يكون في قمة بتم الرئيس البرهاني ورئيس موسيفيني ورئيس البخير استشار في أمر الملف بتاع السلام بتاع جنوب السودان، ونحن فرقنا بالطرف الثاني بملف بتاع السودان، وأكدنا سير الرئيس الترتيبات بتاع دولة جنوب السودان للمرة الجاية لتفاوض كل الترتيبات تمة، ونحن الآن نواصل في شيء اتفقنا عليه مع اللجان المعنية بتعلق للتفاوض في ملف السودان للسلام بتاع السودان. احنا كل سلام بتاع دولتين الآن حريصين احنا الآن ده نمرق من دولتين بدون حرب، ونحن نمرق لازم يكون في استقرار والأمن والأمان بربط بين الشعبين. دعا وفد حركة جيش تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي إلى تحالفات تجمع الحركات المسلحة استعدادا للانتخابات القادمة التي من خلالها يختار الشعب السوداني من يحكمه. وقال رئيس الوفد جمع الوكيل خلال زيارتهم لحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام بدارها بأم درمان إن الوحدة أو التحالف هو الضامن لحقوق النازحين والكادحين من أبناء الشعب السوداني. السلام من الداخل عنوان أبرز لهذا التلاقي بين وفد النوايا الحسنة لحركة جيش تحرير السودان جناح مني أركم الناوي وأعضاء حركة العدل والمساواة بقيادة الجنرال بخيت عبد الكريم دبجو بدار الحركة بالعاصمة الوطنية أم درمان. يعني نتمنى إنه الناس يعني تنظر لمصلحة العامة، تنسى كل المرات السابقة، يعني المرات ممكن تكون يعني خلانا انه احنا نسمي نفسنا اسماء كثيره، لكن في النهايه احنا حاجه واحده وشغالين للاهل، شغالين للقضيه، شغالين للاهل في كل مناطق السودان المتضرره من ضمنهم النزوه والنجوب. حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو التي وقعت على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وارتضت دفع العملية برمتها من الداخل، أكدت أنها لا تزال على ثوابتها التي تحفظ وحدة البلاد وتحقق السلام. الزيارة دي بالنسبة لنا نحن رمزية كبيرة جدا ونحن بنقدرها، والرسالة اللي رسلتوها عبر هذه الزيارة بتأكد انه الطريق بتاع الشعار اللي قلتوه الحرية والديمقراطية والسلام والعدالة هو الطريق بتاعنا، وانه مهما اختلفت الطرق في النهاية الطريق الواحد اللي بلما الناس حنتلاقى به. حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركم الناوي دعت لفتح صفحة جديدة بينها وبين كل مكونات الشعب السوداني، كما دعت للوحدة من أجل الديمقراطية المنشودة التي يقرر فيها المواطن السوداني من وكيف يحكم. بعد الفترة الانتقالية ما لم نتحالف، ما لم نتوحد، ده حيكون نهايتنا نحن يا جماعة. أنا بكون صريح معكم، الخطاب ده أنا بوجهه لكل من الهامش المقصود به الآن. إحنا بنقصده الناس المنتهكين لمدة 60 سنة، الناس حقوقهم ضايعة 60 سنة، أبناء العمال، أبناء الكادحين، ديل لازم يتوحدوا، والكلام ده ما عنصري عشان ما في زول يشيل يقول ده كلام عنصري. نحن دارين نتوحد، الكلام وين؟ البطال وين؟ زي ما قال دكتور يان بطال شنو؟ نحن عايزين نتوحد كلنا عشان شنو؟ عشان في صندوق هيجيبوا من قزاز نرمي أصواتنا عشان نحكم السودان. لقاء وفد حركة جيش تحرير السودان بالقائد بخيت عبد الكريم دبجو رئيس حركة العدل والمساواة الموقع على السلام تجاوز الحدود الضيقة،
إلى آفاق بناء الوطن بأيدي أبنائه جميعا. مصطفى عبيد الله الشروق، الخرطوم. عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا خارج مقره برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تداول عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التي تواجهها، بجانب القضايا التي تهم السودان على المستويين الإقليمي والدولي. وأجرى المجلس خلال الاجتماع تقييما لأداء الحكومة الانتقالية، وخلص إلى عدد من القرارات والموجهات التي من شأنها تذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة. وناقش مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع الخطط والمشاريع المدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة القادمة. وفي السياق، وجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين لأسر الشهداء والشباب والمرأة ولجان الأحياء، إضافة للأحزاب السياسية والقوى النظامية ومبدعين من المجالات المختلفة. أدى عدد من الخبراء والمحللين السياسيين امتعاضهم وعدم رضائهم وانتقادهم لقرار الإدارة الأمريكية بتجديد وضع اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. أكد الخبير والمحلل السياسي محمد عبد الله والدبوك أن الإدارة الأمريكية لم تحترم أو تقدر التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوداني في ثورته التي أزال فيها النظام السابق، وأنها لم تنظر لهذا التغيير بإيجابية، مبينا أن الشعب السوداني كان ينتظر أن يصاحب التغيير السياسي الذي تم تغيير في ملف العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة عظمى، ويعود السودان بموجب ذلك عضوا فاعلا في الأسرة الدولية في محيطيه الإقليمي والدولي، مؤكدا أن القرار الأمريكي يتصادم ورغبات وآمال وطموحات الشعب السوداني. أجل قاضي استئناف محكمة الخرطوم الصادق عبد الرحمن جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 16 من نوفمبر الجاري، وذلك لغياب المراجع العام المطلوب للشهادة في جلسة اليوم بسبب وجوده خارج البلاد. وانتقد القاضي بشدة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على سير إجراءات المحاكمة بإثارتها بعض المواضيع المتعلقة بسير القضية، محذرا وسائل الإعلام من السير في هذا الاتجاه. وقال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين في تصريحات صحفية في هذا الشأن إن الدفاع تقدم بثلاثة طلبات، من بينها معاينة الموقع الذي ضبطت فيه الأموال وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات، مشيرا إلى أن المراجع العام سيحضر الجلسة القادمة لتوضيح الملابسات بشأن المبالغ المضبوطة ببيت الضيافة، لافتا إلى أن الرئيس المعزول تصرف فيها للمصلحة العامة. وانتقد الأمين وسائل الإعلام بشدة لإثارتها وقائعة اعتبرها ذات أثر سلبي على الشهود والعدالة وسير المحاكمة. تم انتقاد الإعلام في التنبؤ بنتائج هذه المحكمة بالإدانة وكذلك بتحديد الفترة التي يمكن أن يصدر فيها الحكم، وهذا كله يؤثر على العدالة ويؤثر على مسيرة المحكمة وعلى الشهود الذين نأتي بهم إلى هذه المحكمة. كذلك أيضا تقدمنا بتقرير الأمم المتحدة، ممثل الأمم المتحدة الذي زار السودان وأثره على الوضع الاقتصادي في السودان، أثر المقاطعة والتي أثرت، ومن ضمن هذا الأثر أن المبالغ تأتي نقدا إلى السودان ولا يمكن تحويلها، نتيجة لأن كل البنوك تخشى من العقوبات الأمريكية التي تصدر تجاه كل من يقوم بتحويل أي مبالغ للسودان. دعت مسؤولة تغيير السلوك بجمعية تنظيم الأسرة السودانية وفاء عبد الرحيم، دعت الأمهات إلى ضرورة المبادرة بتغيير بعض السلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الأمومة والطفولة. كما دعت في دورة تدريبية لمحركي المجتمع على مهارات التواصل وتغيير السلوك بكل الولايات إلى تغيير بعض المفاهيم التي تخلط بين تحديد النسل وتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن استخدام الوسائل طويلة وقصيرة الأجل تأتي لتشجيع الأمهات من أجل تقليل أعداد الوفيات بينهن والأطفال، ولفتت إلى أهمية تباعد الولادات لتعزيز صحة الأمهات، إضافة إلى العمل الخاص بمشروع الصحة الإنجابية باعتبارها إحدى البرامج المهمة في هذا الشأن.
نقدم رسائل للمجتمعات لكل المجتمعات بتاعتنا عشان نقدر نغير السلوك فيما يخص الشغل بتاع صحة الإنجابية. واحدة من الحاجات اللي عندنا فيها مشاكل طبعا في السودان هي شغل بتاع تنظيم الأسرة، واللي احنا عندنا مفاهيم خاطئة كبيرة شديد في خلط بين انه تنظيم الأسرة وتحديد النسل. واحدة من الحاجات المهمة في الدورة دي انه نقدر نغير السلوك ونغير المفاهيم الخاطئة في الشغل بتاعنا، بتاع انه نقدر نفرز يعني تغيير السلوك في الأمهات والأخوان على إنه نحن قاصدين بتنظيم الأسرة، ما قاصدين بتحديد النسل، ما عندنا في مشكلة فيه، بس نحن دايرين مسافة بين كل طفل وطفل تاني لأنه نحن عندنا مشاكل صحية ناتجة.